عندي حاجة اعتقد الاستبعاد الفني لكهربا الماتشين اللي فاتوا وظهور مستر كولر وبيقول لازم يعني يشتغل على نفسه عشان يرجع تاني، واظهر انه مفيش ازمة حقيقية لكن في الاخر هو استبعاد فني، ده ممكن يأثر على كهربا مع المنتخب؟ ده مؤكد يعني، ما مع كابتن اعتقدش. حسام حسن؟ اكيد اكيد، وما اعتقدش ان كهربا هيكون موجود في المعسكر الجاي. اصلا حتى لو لعب الماتش الجاي؟ لا، ما اعتقدش انه هيكون موجود في المعسكر الجاي، لانه فكره ان انت كهربا بقاله شويه بعيد، يعني من ساعه امم افريقيا ما ظهرش مع الاهلي الا يعني في وقت قليل، وبالتالي اعتقد صعب ان كابتن حسام حسن يضمه للمعسكر اللي جاي. كهربا في موقف حصل، ما لا يخفى على احد ان القصه بتاعت عدم السفر ليها دور في قرار كولر، وكولر يحسب له انه قدر ياخد قرار في وقت صعب. الاهلي كان رايح ميدياما مش عارف هيكسب ولا مش هيكسب، ومع ذلك تم استبعاد كهربا مع انه عرض انه يروح بعد اليوم وهكذا، والاهلي راح وكسب من حظ كهربا السيء، يعني انه كمان مع الاستبعاد القرار كمان فنيا الاهلي ما تاثرش، لا وعلى العكس ظهر كمان وسام في الماتش اللي فات في الدوري قدام بلديه المحله. كان معايا فبالتالي مصطفى الشمر رئيس نادي البلديه قال لك ده هيبقى اهم مهاجم في الدوري المصري. لا، هو يعني ما نقدرش طبعا نحكم، وماتش البلديه مش مقياس، لان اقصد البلديه فاتح ملعب وماتش سهل. كتعبير محايد من طبعا رئيس نادي المنافس طبعا طبعا، قال لك انا فوجئت بمستواه لكن ادالك بصراحه. بوادر مؤشرات برضه اللعيب بيبان هل هيقدر يبقى عنده الثبات والاستمراريه، ده مهم، شخصيه اللاعب وانه يلعب هو تحت كهربا حضر ضغوط. المباراه من بره حضر طبعا وتشاور للعيبه وكان انما انت مبسوط، بتقول ان فرصه بعيده عن انضمام المنتخب. اعتقد قليله جدا. وهل الكابتن حسام حسن هيطبق المبادئ دي؟ ما اتمنى كانتش موجوده، يعني شفنا مع فيتوريا عادي، لعيبه ما كانتش بتلعب وانضمت. لا ده لعيبه كانت بتتعاقب وانضم، بس انت لسه برضه في بتتعاقب لا يعني ومصابه وانضمت وما ومصاب بتلعبش وانضم وانضمت وبعيد ومتعاقبه وانضمت. يعني وراح يتأهل في فيتوريا المعسكر خدت ثلاث عادي. طبعا في ماتشات جايه برضه لسه، يعني كهربا مع الدكتور وليد هو حتى الان، وفي ماتشين، في حتى ماتش الجمعه وماتش انا بقول لك لسه في نهائي ماتشين الكاس. يعني تاني، ولسه ممكن خلي بالك كمان ماتش الكاس يعني ممكن يعني. ما في ماتشين اللي هو بتاع الجمعه يانج افريكانز الاهلي ما انا بقول لك وفي نهائي الكاس، ماتشين دول مؤثرين، اللي باقيين قبل. ماتشين مؤثرين سواء يانج افريكا وحسم التأهل وصدارة انت المجموعة. قصدك في ممكن يبقى في احتياج فني الكهرباء في هو الاهلي؟ ما انا بقول لك لو يعني شارك كهربا وظهر بمستوى كويس فليه فرص، رغم ان الكابتن حسام مثلا بدأ يدخل محمد شريف يظهر في الصورة. لكن انا عاوز اقول حاجة، فكرة انه الكابتن خالد بيبو بيتكلم على انه كان استبعاد فني ما كانش امر مرتبط بفرح اخته، يعني برضو يعني انا اتمنى ان هو العبارات برضو يعني الناس تبقى يعني ايه ليه؟ يعني، لا الناس عارفه كلنا اتكلمنا. المدرب نفسه قال كده طب ماشي، بس في احنا كلنا المؤتمر. كنا اتكلم كلنا، وهو بدليل ان هو كان عاوز يسافر تاني يوم، وهو كهربا وكل الناس عارفه، وكان كل الاتجاه ان هو راجل عاوز يحضر فرح اخته. واحنا هنا قلنا يا جماعه مبرر انساني، وقد يكون الراجل راعي البعد الانساني هيبقى ان هو مشتت او حاجه زي كده، لكن النهارده تيجي تقول لا والله ده لسبب فني، وهو لاش كمال واسف كهربا لسه يعني مش جاهز، فدي لا دليل ان هو كان في حاجه، ان هو الراجل كان مثلا كلنا عارفين كان ان في حاجه، بس هو في الاخر مدير الكوره ما انا وده بقول المدير الفني، فما ينفعش يطلع يقول انت اللي حاطط نفسك مكانه وعندك ما يعني ما ينفعش يعني يطلع تقولها دي في بس العلن. يعني ماشي يا استاذ محمد، بس برضه في الاخر انا اي حد مش مقتنع، الناس كلها كانت شايفه ما هو يا استاذ محمد، الناس كانت شايفه المشهد لحظه بلحظه، والظروف اللي حصلت في النادي الاهلي وكثره ما هو الناس الاصابات بتقتنع وكثره باللي سكان النادي بتحسه. الاهلي، كثره الاصابات، والنادي الاهلي اجل مش السفر الكابتن خالد بيبو قال كده؟ واجل السفر 24 مش ساعه، الكابتن خالد قال فكل الناس كده؟ شايفه. مش الكابتن خالد قال كده ومستر كولر قال كده؟ هل الناس اقتنعت؟ لا فالناس بتقتنع يعني طبعا حاجه اللي شايفها الاحداث بتبقى فارضه نفسها بصراحه. بس ربما يكون هو كمدير كوره ولا ايه؟ ممكن لا لازم طبعا تبقى مضطر التصريح انك تقول الرسمي، تصريح وان لكن مش كان هتطلع. بره ما عادش بيحصل اسمع، بره الناس بتتكلم عادي، يعني الموضوع زي ما انت بتقول، انت مهما كان التصريح الرسمي علشان الناس عارفه السبب، الناس عارفه السبب ما فيش مشكله، يعني يطلع يقول انه عشان كذا كذا عادي، يعني الناس ما احنا بنتكلم اهو، والسوشيال ميديا بتتكلم والصحافه بتتكلم، كل الناس عارفه الاسباب الحقيقيه هي، بس الفكره انه ده يعني موقف في اختبار لكهربا، ازاي هيبقى عندك ثبات انفعالي في الوقت ده، ولحد دلوقتي هو وكان في الحقيقه اختبار ايجابي لكولر. ردود إيه؟ لا هو كولر انا شايفه ناجح في الاختبار، يعني يعني اللي ما عمله بقول لك هو كولر. خد قرار بس برضو. هيكمل ايه؟ ادي ماتشين، هيكمل اكتر من كده ايه؟ لا يعني اقصد ان كولر برضو خد موقف كمدير فني قال له اوكي طبعا اقعد بس بس بيدي درس برضو انه مفيش يحسب حاجه له اسمها لاي لعيب في المستقبل طبعا، كمان ان هو ممكن يعني الحاجات يبقى دي عنده ظرف عنده حاجه اللي يعني. بتنجح فرق، يعني اللي بتنجح على المدى الطويل، المواقف الصغيره اللي زي دي هي اللي بتبقى بترسم خط الكل بيمشي عليه بعد كده. فهو الاختبار بقى الحقيقه عند كهربا، هيتعامل مع الموقف ده ازاي؟ لحد دلوقتي هو ايجابي، يعني بنشوف على السوشيال بعد حضر الماتش مبتسم، بس بيحضر تمارين ان المستبعدين. على الثبات الانفعالي لكهربا ومفيش حد زيه يعني بصراحه، الراجل المواقف اللي مر بيها والضغوط ومن كهربا اول ما جه، ما هو نجح فكره فيها ان هو كلها. لا هو في الضغوط، لا هو لا يعني بس هو كهربا بيقدر كمان
كمان شخصيته اختلفت. بعدين خلي بالك يعني الدعم اللي ليه حصل من زمايله والاشاره ان هو بعد الهدف من اصدقائه في الفريق وهو انه بعد كده بيتصور معاهم فدليل برضو لا يعني انا بس هو كهربا تحس ان شخصيته برضو اختلفت عن زمان يعني نضج اكتر بقى مسؤول اكتر ما بيظهرش كتير يعني زمان كان كنت بتسمع دايما عن مناوشات حتى مع الزمالك او في بدايته مع الاهلي اول سنه كان في مناوشات بس ده سودان مترجم موقف احنا مش بنقول موقف ما هو ده لا انا بقول بشخصيه كهربا نفسها يعني ده موقف يعني هو اصر ان هو يعني يحضر لا بس ده بس هو خد بالك برضو يعني ده حاجه انسانيه لو انت تتفهم يعني ممكن تبقى انت مكانه انا اكتر يا جماعه اكتر محمد صلاح جه في فرح وخلع الكمامه في فرح اخوه وجاته كورونا فبرضه مهما كان البعد الانساني ده موجود عندنا احنا كمصريين محدش يقدر ينكره احنا كمصريين طبعا عندنا. وهي شاف وفرحه اخته يعني اخته يعني لما شايفين الصور ومرتبطه ازاي هو لو ما حضرش يلام يا استاذ بليغ وعينيها يعني معاه طبعًا ازاي يسيبه هو طبعا موقف صعب انا بتكلم على اللي بيقول وليد ان ده اختبار لكهربا فانا بقول لك شخصيه كهربا طبعا يقدر يعني لا يعني هو بيتحمل مواقف تحت ضغوط وبيقدر ده حقيقي وبعدين الماتشين الجايين دول مصيرين بالنسبه له لو لعب المنتخب زي ما قال الدكتور لو ما لعبش فعلا ده ما لعبش وبعد كده يعني كهربا بيحب الحاجات الجماهيريه وبيحب لقطات الاهلي والزمالك مع امام عاشور بقى وده هيبقى برضه حابب ان هو يبقى له دور في ماتش الاهلي والزمالك في السعوديه هو بيحب والسعوديه وفكره ان هو برضك عاوز ممكن لا هو نفسه كان ليه فكره ان هو تجربه ثانيه وممكن تجربه ثانيه تبقى في السعوديه يا ليه جماهير في السعوديه دوافع كتيره دوافع كتيره الكهرباء ان هو الماتش ده يلعبه وما يلعبوش باداء عادي لان ده بيلعب للنادي الاهلي وبيلعب لكهرباء والاحتفال لا طبعا حاجه ثانيه ايه مش عايزه يلعب ليه ولا وسام ولا مودس مين يلعب في رايك لو الثلاثه موجودين الكهرباء هيكون في الماتشات اللي زي كده هتبقى شايف كهرباء محتاجه اكتر وانت وليد لو الثلاثه فورمه ولا دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه في الوضع اللي احنا فيه لا في الوضع اللي احنا فيه كهرباء بعيد وسام هو الافضل يعني وسام بدا وبقى شاطر يعني واحد اتنين تلاته وسام كهرباء مودست ولو في حد الرابع زار يبقى وسام كهربا الرابع الثالث مودست حتى بعد الاسيستات والاجوان دي بص أربع انا اربع مباريات ورا بعض اسيستات على طول انا هو طبعا في لقطتين ايجابيتين للاسيست وبدا شويه بدا شويه انت عارف ليه عشان هو يعني حاول يعمل خلي بالك الناس ومع احتفال اللعيبه وانه اللعيبه مش مصدقه والاحتفال الجمهور نفسه يعني بدا يتعاطف مع عمر بدا تندع بدا يتعاطف معاه يعني يعمل اسيست في ماتش مليان وجاب جول الجول بس برضه سحبت الكره لتحت وحطها شفت دي برضه شفت حلو. الاحتفال بتاع زمايله معاه خلاص اخيرا طب نطلع نشوف كهربا مع كولر وفاصل ونرجع تاني.